فرص العمل وعن الشباب وعن التواصل مع اجهزه الدوله. معايا محافظ اخر على الهاتف ايضا وهو السيد اللواء كمال الداني محافظ الجيزه اللي طبعا برحب بيه وبشكره على المشاركه. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. اهلا بيك سياده المحافظ وربنا معاكوا طبعا في الموضوع اللي احنا غطيناه ملتقى التوظيف لتوفير اكتر من 20,000 فرصة عمل. الحقيقة شيء رائع جدا، ولكن السؤال هو يعني امتى هنشوف اقبال اكبر من اللي احنا شفناه في التغطية بتاعتنا، ويعني ونشوف ان الموضوع ده يتحول الى ويترجم الى واقع ملموس. يعني عايز اشوف فعلا 20,000 شاب وفتاة حصلوا فعلا على هذه الوظائف، ونقدر حتى يعني نخرج هذه الاخبار للرأي العام. وطبعا موضوع مهم اللي حضرتك بتقوله جدا بقى، اللي هو بقى الجدية للشباب في العمل. يعني مش موضوع ان انا بعلن وهو بيكتب ابليكيشن ثم ترسي المقابلة النهائية، لا المرتب مش عاجبه، لا متشكرين السلام عليكم، يقعد في البيت، ينزل يقعد على القهوة، يتصفح مع اصحابه. دي المشكلة والتوعية المستمرة بقى للشباب عشان يقبل على ذلك. احنا بقالنا فترة بنعد لهذا المؤتمر الملتقى الكبير من خلال 165 مصنع وشركة متاحة، يمكن ما تكونش متاحة لبعض المحافظات. عندي مدينة صناعية في اكتوبر، منطقة صناعية في برواش، عندنا الغرفة التجارية في الجيزة منسقين معاها تنسيق دائم، مديرية القوى العاملة وإدارة الشباب عندي في توظيف الشباب بالنسبة للمحافظة. فالنهارده حضرتك دول قدرنا نصفي كافة الاحتياجات بالتفصيل من خلال مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وحتى الشباب بدون مؤهل. وهل المرتبات يا سيادة المحافظ يعني معلش خلينا نكون صراحة، يعني هل هي غير مغرية؟ لا والله الموضوع مش كده، ما احنا استاذ معتز كلنا بدأنا كده صغيرين ومرتبات اقل بالقياس مع الفارق في فرق السنين، في ادفاع اسعار، لكن ابدا انا كشاب انا شايف العرض بتاع المصانع والشركات مناسب الى حد ما. يعني النهارده المؤهل المتوسط، الجوله بتاع النهارده في الملتقى بسال الموارد البشريه بتاع الشركات والمصانع الممثله، يعني بنتكلم في رينج من 1300 1400 ل 1700 جنيه. ومالها يعني ما يعني هو كده كده ما بيشتغلش، طب ما انا اقبض دول السنه الجايه مش هيبقوا كده. يعني يبدا بخطوه ويطلع السلم واحده واحده. هل من وجهه نظرك تم التسويق بشكل جيد للمعرض بتاع النهارده؟ الملتقى تم الدعايه ليه بشكل جيد وكل حاجه، لكن هي النقطه الاهم اللي حضرتك بتقول ده. يعني طبعا في مجموعه من مديريه الشباب والرياضه مسؤوله عن التسجيل لكل المترددين ببياناتهم كامله، الموارد البشريه للشركات والمصانع الممثله جديه لدرجه في بعض المصانع تتعاقد فورا تقول له تعالى لي بكره استلم، وفي البعض الاخر بيبقى فيه مقابله اخيره بيتصل بيه تليفونيا بعد كده بيجي يقابله خلال اسبوع. بنتكلم من 5 لـ7 ايام. وبيعرض عليه ان مرتبك كذا وانضم تشكيلك كذا، واغلبهم طبعا بيوفروا وسائل انتقال. بس الصور اللي جات لنا اللي احنا بنعرضها على الهوا مش عارف، حاسس انها اقل بكتير من المتوقع. يعني بنتكلم على 20,000 فرصه. لا يا فندم هنفرق بين، انا ما قلتش ان اللي جاش، انا قلت ده بوفر لشبابي. لا انا اللي بسال يا سياده المحافظ، حضرتك ما قلتش، انا عارف يعني بقول يعني لما يسوق لهذا الموضوع بشكل تعالى نقول احترافي هتبص تلاقي يعني عشرات الالاف كمان هيجوا لك. مظبوط. لا هو بقى يعني مش عايزين العمليه تبقى وردي قوي، لكن احنا بنقول خلينا نتعامل مع الشاب الجد اللي هو جاي يتقدم عشان يشتغل فعلا. مش جاي املى ورقه واثق التعارف واروح، او املاها واروح اقابل والمرتب هو اللي اتعرض عليها من 6 شهور ورفض. هنا الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها هو الزملاء سجلوا في اول ابتداء الملتقى. الشكل حضرتك شفته كان لسه ملتقى بادئ، كان لسه بادئ، فربما يكون حصل يعني اقبال اكتر بعديها بشويه.
عايزين نتابع الموضوع ده مع حضرتك يا ست المحافظ على فكره، لانه موضوع من الاهميه بمكان مساله توظيف وايجاد فرص عمل للشباب. بكره ان شاء الله من 10 صباحا ل 6 مساء ايضا في احدى الشركات المتخصصه في المنشات السياحيه في المطاعم دي حضرتك، كل فرص العمل اللي عرضتها على الشباب النهارده في دول عربيه، بعض الدول العربيه خارج مصر. تمام. وكان عندها ازدحام واولاد كتير قدموا شباب. ففي جديه لدى الشركات والمصانع في العرض بتاعها. انه فعلا محتاج العماله دي، فعلا محتاج المحاسب ده او الميكانيكي ده او الاسترجي ده. معايا حضرتك؟ في فرص عمل للفتيات كمان ولا لا؟ في يا فندم الفتيات. طيب. عشان ما يقعدوش يقولوا ده مجتمع ذكوري. لا يا فندم، في حضرتك للفتيات. واحنا في عام المراه يا ست المحافظ. والله يا فندم احنا ان شاء الله بنعد قريبا باذن الله في بدايه الشهر القادم هنعمل ملتقى اخر للسيدات والفتيات فقط. طب احنا هنتابع بقى مع حضرتك. بنشاط في انشطه معينه يعني. تمام. انا بشكر حضرتك على المداخلة. اشكرك على وقتك. اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة. عايز اقول ان الحاجات اللي زي كده يجب ان تؤخذ بجدية شديدة. اللي عايز وظيفة ما يقعدش بقى يشتكي، يشوف حاجة زي كده ويجي يقول لنا ايه اللي حصل معاه. لو لقى عدم اهتمام، لو لقى عدم جدية، لو لقى قال والله يا جماعة ده كلامه في الهوى، يجي واحنا نبعت معاه يعني نغطيه تغطية تلفزيونية صحفية زي ما بيقولوا، وانا عارضها على المسؤول ويبقى المسألة بوضوح شديد.